السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا في هذا الفيديو حل كتاب التقنية الرقمية للصف الثالث الثانوي. يوجد على القناة العديد من الفيديوهات الخاصة بالصف الثالث الثانوي، ويمكنك الاطلاع عليها والاستفادة منها إذا أردت الحصول على تلخيصات أو مراجعات لأي مادة أو حلول كتب لأي مادة للصف الثالث الثانوي. تواصل معنا. ده الفرق بين تخطيط المشروع وإدارة المشروع. المشروع له نقطة بداية ونهاية واضحة. تتشكل عناصر مثلث إدارة المشروعات من النطاق والزمن والكلفة. الأطراف المعنية تقدم الملاحظات وتخزين الراجعة. مصطلح التكاليف المتغيرة يعني تكاليف المواد المستخدمة في الإنتاج. دورة حياة إدارة المشروع: مرحلة البدء ثم التخطيط ثم التنفيذ ثم المراقبة. أربع مراحل: البدء، التخطيط، التنفيذ، المراقبة. خطة لتصميم موقع إلكتروني: البحث وجمع المتطلبات، تحديد هيكلة الموقع الإلكتروني، إنشاء محتوى، تخطيط وتصميم، اختبار وضمان الجودة، المراجعة ثم تشغيل الموقع الإلكتروني. سبع مراحل لوضع خطة لتصميم موقع إلكتروني. المهام الأساسية لمشروع المنصة عبر الإنترنت: تصميم وتطوير موقع إلكتروني، تكامل قاعدة البيانات وإدارتها، تسجيل المستخدم وإدارة الحساب.
دي الوحدة الثانية، دورة حياة النظام. تنحصر عملية تطوير البرمجيات في الصيانة خطأ من إجراءات التوثيق، كتابة تعليقات وصفية للمقاطع البرمجية صواب أثناء إنشاء البرنامج، تشمل مرحلة تطوير إنشاء وتطوير واختبار نظام المعلومات خطأ. يمكنك طرح الأسئلة على جميع الأشخاص المعنيين في النظام من أجل جمع المتطلبات في مرحلة التحليل صواب أثناء إنشاء البرنامج. يمكن أو يكتب محلل النظم المقطع البرمجي للبرنامج أثناء عملية التطوير إجابة خاطئة. دورة حياة النظام لإنشاء متجر إلكتروني كما ذكرنا، تحليل تصميم تطوير مواصفات التصميم، تحليل تصميم تطوير واختبار، تنفيذ صيانة توثيق تقييم. مراحل دورة حياة النظام لإنشاء متجر إلكتروني: تحليل تصميم تطوير تنفيذ صيانة توثيق تقييم. 7 مراحل. المرحلة التي تستخدم فيها أدوات جمع البيانات هي مرحلة تحليل. المرحلة التي تستخدم فيها إحدى لغات البرمجة لإعداد النظام هي مرحلة تطوير. المرحلة التي يتم فيها إعداد دليل المستخدم للنظام هي مرحلة التوثيق. الـ7 مراحل اللي ذكرناهم سابقا: تحليل تصميم تطوير واختبار، والاختبار تنفيذ صيانة توثيق تقييم. 7 مراحل دورة حياة النظام.
التهديدات التي لا يحمي منها جدار الحماية، البرامج الضارة، التهديدات الداخلية، خروقات الأمن المادي. للوحدة الثالثة، تطبيقات الهواتف الذكية.